يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا فتر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفاستا انت المقدرة عفاستا انت المقدرة عاني ظروفك واقهرة عاني ظروفك واقهرة اوعك تنفرط في العيال واوعك تخاف من المرا يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر أنا مالي والهوى أنا مالي والهوى لا رد علي لا يا زول انت ما بتفهمي ما عندك مخ يا اخي اكلمك مين سامع انا هاي شوف 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 انا قلت الموضوع ده منتهي يعني منتهي يعني اول مره صوتي يعني لا 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 لا, لا. المره دي كبيره انا خايف والله الصادق تولى تبقى بي حاجه يتم الاولاد دين لا 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 الصادق ده صعب صعب شفت يده دي انا مره عمل لي بيده كده والله لما قرب يدلع عيني لكن والله العظيم ضغطها حترتفع وسكري حترتفع والعياده حيشردوا حيطلقوا حتموت اسمعي نمشي عليهم انت تمسكي نجوه تهديها وانا بمسك ناصر اهديه الصادق الصادق ايوه الصادق انا بقول له طوال بقول له اسمعي بس لو غلبتك تعمل لك شنو يعني؟ يعني خلاص يا اخي اقتل انا ولا يقتل العجله أسا خلينا نمشي لأنه الجار للجار وإحنا في خدمة الجيران لازم نقف معهم صح؟ لا 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 معنى كلامك ده إنه ما في زول ما لعينك عشان تسمعي كلامه آي والله والله أقسم بالله العظيم الموضوع ده أنا ما هخليه متأكدة منه وشفت بعينه متأكدة منه ما بخليه قلت لك ما بخليه وأنا أبقى عبيطة لو خليته يا زول والله أنا أخربها معاكم والله أخربها معاكم كلكم لا لا ما تقول لي دقيقة هي دقيقة شكله جون ضيوف دقيقة بس برجع بخلص بجيك بس دقيقة بس بجيك دبلو ده دبلو ده كمان ايوه يا اخي جايين يا اخي جينا جينا مرحبا مرحبا بسم الله ما شاء الله عادي لك شنو الموضوع بصراحة يا اخوانا عادي لك شنو الحياة ما عليك الحياة ما عليك لا حول يا اخي عباس ما تورينا الحاصل شنو يا اخي يا عتيخ دقيقة عليك الله يا عادي لفهميني الحاصل شنو في شنو اسمع هنا يا نجمة خليك زول عاقلة الرجال ده كلهم واحد ما رجلك براوة الصادق العين وزايغة عين وزايغة؟ كيف يعني؟ يعني عني يعني النسوان ديل والرجال ديل بيحبوا يزيدوا الحاجات كان في شمار بيزيدوا كوزين ثلاثة أهدى 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 كل شي بهون كل شي بيحصل يعني ناس دي أنا أسي عديلة دي عديلة دي ما كانت بدحوم الحلة دي بكراح كلب تقصد شنو؟ يعني أنا أطلع أشتغل بهنا نجوة تمشي تحوم في الحلة بهنا؟ هاي هاي كيف يا زول هاي كيف هاي كيف يعني هاي كيف يعني بصراحة كده زي مها دي هين مكسرة في رايلك مها؟ مها بدعاية لرايلي؟ بلاقيها وين؟ قولي ما تقولي لي ما بلاقيها وين عيني يا نجوى انا ما عارفه لكن انت المفروض تعذر الصادق ده والله هسه زي عشا دي متشبكه فيه المشبكه في تجاره وراه عشا عشا برضو ومشا دي بس حته انه انت تمرق وتجي وانا كده المشكله في مشكلتها مع امينه شكلها امينه اختي انا ما عارف والله لا يا صادق ما اخليك عيني كلهم واحد كان سهير وتماضر ومها وعشا والهام بس انت شنو تمسكي بيتك عليك وتلمي رايك عليه ده كله بتقول لي نفسك بيتك ما بمسك بيتي اجيفي اجيفي ماشي وين كيف يعني ماشي وين ماشي 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 اخلص موضوعي مع الزول ده طب ما شيل الفندق ماشي ساي صح يا الفندق والموضوع ده اصلا ما بتحل الا بيت الفندق والله الليله يا صادق الليله انا كنت لقومي قدامي امشي انت في الاول بمشي انا غير انا بخاف
والله ما بخاف امرقي بس الحقيني. انا زعلني لمن زجرت الحاجه، لمن زجرت الحاجه انا دمعي نزلت كده. زجرت منه؟ زجرت الحاجه وانا اللي هي امي يا اخي. امينه زجرت امي انا عديله زوجتي. لا لا اسمعني، الحاجه دي امي انا صح؟ اي زجرت امي. زجرت يا اخي. تزجر امي ليه؟ تزجر امي انا لا لا دي قلت لك نجوى. دي نجوى؟ نجوى مرتك. ما انا نجوى مرتك. نجوى مرتك اللي هي اللي عملتها لنا ده. خلينا انا ونجوى فرزونا بالطواقي بس. قبل معلش معلش اقول لك حاجه. العكاز ذاته خساره فيها سكين بس. بس سكين بس. لا 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 فرزون لا سكين لا. عيب. كفيت كفيت كفيت. نجوى كفيتك يا ابو بس. نجوى نجوى دقيقة بس دقيقة. صادق فضل فيها صادق تاني. دقيقة يا اخي دقيقة. على خلاص اقسم بالله اللي انا شفت انا اخذ فيك مؤبد. تاخذ اخذ مؤبد فهمنه يا اخي. نطلع من الشغل يا اخي تتحاوم بالحلة زي الاسعاف يا اخي من شارع لشارع ومن بيت لبيت. انا هاي الحلة كلها تتكلم يا اخي. وكمان وصلت بك الجرعة تتكلم مع امي انا. انا انت ما عندك خشم تتكلم نهائي. ما عندك خشم تتكلم. انا ما قلنا مشكلة ما حاجة. تعرف عني انا تماضر ومي وتهاني دول كلهم تعرفهم علي انا. قال لك الكلام ده بروده. قالت ولي عديلة دي القاعدة دي. قلتي ولا ما قلتي؟ وانت تعال هنا. من دول قال لك ان انا شاكلت امك؟ قال لي عباس. عباس؟ يا عباس لقيتني ما شاكلت امه انا. ولقيتك وين؟ وقال لك الكلام ده من طلعتك. انا قالت لي عديلة دي. ايوه كذاب يا عباس. كذاب في اصل خشمك يا عباس. قال لك انت قلت لي انت قلت لي عديلة. انت مش شاكله؟ انا انت قلت لي قلت لي اعمل لها خشمه. انا قلت انا قلت يعني هسه. لا لا هي ما شاف عمل دقيقه 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 دقيقه. لقيتني وين؟ انا قلت الكلام ده انت وراجلي بتقولي لي. ايوه عباس مواضيع مواضيع. والله اقف اقف